السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نتعلم طريقة كيف استرداد المعلومات أو البيانات بعد فترة من الزمن العودة على تطبيق الفايبر. نقوم بفتح تطبيق الفايبر ثم بالذهاب إلى قائمة مور المتواجدة في الأسفل، ثم بالذهاب إلى سيتينج، ثم بالذهاب إلى أكاونت أو الحساب، ثم بالذهاب إلى فايبر بيك أب أي استرداد بيانات الفايبر، ثم بالنقر على الثانية. الآن تظهرنا نوت كونكتد تو جوجل درايف، أي نحن لسنا متصلين بجوجل درايف، وعندما نقوم نتصل سوف يستردد المعلومات والبيانات. والهستوري نقوم بالنقر عليه، ثم باختيار الحساب، ثم بالنقر على اوكي لتظهر من هذه القائمة. نقوم بالنقر على اضو، ثم نستطيع ان نحدد اوتو بيك اب. نقوم بتحديد دايلي اي يومي، وويكلي اسبوع وشهري، ونستطيع إيقافه، ونستطيع من إلغائه أيضا. والآن سوف نشرح عن طريقة مسح الصور أو عدم تنزيل الصور تلقائيا في الاستوديو. في نفس القائمة نذهب إلى ميديا أي وسائل التواصل الاجتماعي. سوف تظن سيف تو جاليري أي الحفظ في الاستوديو، نقوم بإيقافه. وثم أيضا لدينا Auto Download Media When Connected to Wi-Fi أي الشبكة الواي فاي، نقوم أيضا بإيقافه لعدم تنزيله. والفرق بين الثاني والثالثة هي الأولى يقوم بتنزيل الصور والفيديوهات عند الاتصال بالداتا موبايل نتورك أي الداتا أو البيانات، والثالثة يقوم بتنزيل الصور عند الواي فاي، وهكذا نقوم بإيقافهم. ولدينا أول خيار فوتو كواليتي أي تحديد صيغة الصورة التي سوف ترسل لنا، وأتمنى بأن الدرس كان مفيد لكم.